أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. معكم يتجدد هذا اللقاء في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سينما مختلفة الذي يأتيكم على قناة الشروق الفضائية. اليوم نتوقف مشاهدينا أمام تجربة خاصة في إطار السينما السودانية، تجربة تسلط الضوء على العامل الإنتاجي الذي، وعلى الرغم من أهميته القصوى في صناعة السينما، إلا أنه لا يحظى بالاهتمام والمعرفة المناسبين، إذ غالبا ما يبقى العامل الإنتاجي مثل الهندي المجهول. على الرغم من الرعاية الرسمية والتمويل الحكومي، إلا أنه يبقى دائما للمبادرة الفردية وحتى للمغامرة الشخصية دورها في صناعة الفنون. هكذا وعبر تاريخ السينما كفن وصناعة، كان المنتجون هم من يحملون الأعباء المادية لخلق صناعة سينما دون انتظار الحكومات أو الدول. وللقطاع العام والقطاع الخاص سيكون نصيب ما في تاريخ السينما السودانية. ففي حين تولت الحكومة إنتاج الأفلام الوثائقية التسجيلية، كان على المغامرين من رواد السينما السودانية تقديم اقتراحاتهم من خلال إنتاجهم الشخصي للأفلام الروائية الطويلة. خلال محطتنا هذه مشاهدينا مع السينما السودانية، سنعود وإياكم إلى تاريخ هذه السينما، حيث نجد أنه خلال قرابة 60 عاما هناك تاريخ للأفلام السودانية الروائية الطويلة، حيث تحققت الأفلام التالية: فيلم أمال وأحلام إخراج إبراهيم ملاس عام 71 وإنتاج شركة الرشيد عطبرة، فيلم شروق إخراج أنور هاشم عام 74 إنتاج شركة أفلام الطاووس للإنتاج العالمي، فيلم عرس الزين إخراج خالد الصديق عام 74 وهو من إنتاج شركة الكويت، فيلم تاجوج إخراج جاد الله جبارة عام 81 وإنتاج استوديو جاد الله، فيلم رحلة عيون إخراج أنور هاشم عام 85 وهو من إنتاج شركة أحلام وادي النيل، صلاح بن البادية عبد الله محمد سليمان، وفيلم ويبقى الأمل من إخراج عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عام 93 وإنتاج شركة عليوة محمد عليوة، فيلم بركة الشيخ إخراج عبد الله جبارة عام 2001 إنتاج شركة زرياب وللمنتج وهو ضيفنا أيضا لهذه السهرة مصطفى إبراهيم، فيلم سنوات الصبر إخراج أنور هاشم عام 2003 إنتاج شركة أفلام الطاووس للإنتاج العالمي، فيلم البؤساء إخراج سارة جاد الله عام 2006 وإنتاج استوديو جاد الله، فيلم التراب غرباء إخراج ضيفنا أيضا مصطفى إبراهيم وهو من إنتاج العام 2006 وطبعا إنتاج شركة زيريا باللي المنتج مصطفى إبراهيم. أعزائي، لن يعود خالد إلى قريته ليستقر فيها، ولن يستمع لكل النصائح التي دعته للاهتمام بالأرض والعمل بالزراعة. لعله سوف يبقى راكضا وراء أحلامه خارج حدود القرية، سيذهب من بلد لآخر مطاردا أحلامه التي لا تنتهي. فهل سينجح؟ الجواب على هذا السؤال سنتابعه وإياكم من خلال هذه المشاهد المختارة من فيلمنا لهذه السهرة، الفيلم السوداني التراب غرباء، وسنلتقي بعد مشاهدته مع مخرجه السوداني مصطفى إبراهيم، وأيضا سيكون اللقاء بحضور المنتج والمخرج السوداني تاج السر جارون. فدعونا نتمنى لكم متابعة طيبة وأهلا بكم من جديد. Thank you.
عمي سلام. اهلا، الحمد لله الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ألف مبروك يا ابن الشهادة. الله يخليك. والله أول ما سمعنا الخبر فرحنا، البلد دي كلها فرحت. الليلة المساء إن شاء الله نحن ناويين نطبح عليك الكرامة. الله يخليك يا عمي، الله يبارك. والله مبروك الشهادة يا ولدي. لكن شنو؟ مش هي الشهادة الدائرة؟ أيوه، لكن كنت عايز أحضر لسه للماجستير والدكتوراه وأبقى أستاذ في الجامعة. ما 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 مش ده ياهو ذاته اللي انت دايره؟ لا ما ياهو يا عمي. لسه انا بس الحظ ما ساعدني والظروف ما ساعدت يعني. لا خلاص يا ابني، ما تزعل نفسك، كله بامر الله ولا يهمك، كله ان شاء الله يعني تحقق وتسوي. ما قلت لي ابوك كيف؟ والله كويس يا عمي، بسلم عليكم. امبارح كنت معاه في الريال المصري وبرسل لك جواب معي في الشنطه. بارك الله فيك. ابوك ما بيسمع الكلام يعني، بدل ما مقضي عمره كله في السفر بالبواخر كان يجي هنا يزرع ارض ابواته واجداده. الوطن كلها شايفه، ده كله دي ارضكم. لكن البركه فيك انت، ان شاء الله انت تزرع وتعمر باذن الله. بعد ما اخذت الشهاده في الزراعه ثاني ما في عوج. ان شاء الله ان شاء الله. بكره نتكلم بعدين في الكلام ده يا عمي. اي نتكلم بعدين في الموضوع. طيب ماشي، الله يفتح عليك. ما تنسى تخشى حوش عباس، يشيل معاه الفاتحه في حبوبه السريره. أيوة. وبالمره كمان حمد يعني سعيده والدته قالوا عيانه، مر عليهم برضه سلم. خلاص ان شاء الله ان شاء الله. يلا وداعتك. الله يبارك فيك. الله يكفي بشينا. هو انا اعتذر لك مش عارف، كنت كاتم الزمن ده كله لغايه ما قربت انفجر. كرة علي. اها، جدورك انت كمان. يلا. انا زيك. ما بينفع قوليها عديل زي ما انا قلتها لك. عايز اسمع منك. بس ما بقدر اقول زيك، ويمكن ازيد شويه. امك جوا في الاوضه يا ولدي. ما عندي غيرك
عيني واريك يا بني واشرد مولي حي درت الرجوع في الجمعية وناس الجمعية قالوا يدور على خالد ولا يدور عليه. معقول؟ فرنسا؟ أختك. طلبيه في جامعة في فرنسا يا سوركتي. المفروض خلال اسبوع التحق بمعهد تعلقه في حتة اسمها فيشي فيشي. طيب انت منتظر شنو؟ طيب انا اعمل شنو هسي؟ ما اعرف. تمشي حس تشوف واحد من الشغالين معاك يغطي لك ونمشي عند الكفيل هديك التنازل. يا الله بعد ما الكفيل وافق لك على التنازل مشكور كان ما عندك مشكله يا خالد. والله يا اخي كنت خير الحمد لله. والله الراجل ما قصر وكان يجي يبارك لك بنفسه لكن جاته وعكه صحيه ما قدر يصلح. ربنا يديه صحه ان شاء الله. اهم من هنا فرنسا طوالي ولا انك ماشي للبلد؟ والله يا حاكم كنت عايز امشي لكن ما في طريقه. الدراسه في معهد فيشي للغات في مدينه كافي الامدي بدات لها اسبوع. وكافي الامدي بعيده جدا من باريس.
فحصل خرطوم خلص اجراءاتي وقوم طوال. الله يبارك فيك. كمان يا زينب انا كنت عايز اجي البلد واشوفك، اشوف عم محمد صالح، عمتي هلا، الناس البلد كلهم. لكن زماني ضيق شديد، والدراسة هناك بدت من قبل أسبوع في معهد بيشر اللغات، والمدينة بعيدة من باريس. حسنا يا ولدي، هتسافر بدون ما تنزل البلد تسلم على أمك وأهلك. والله يا ابوي كنت عايز اعمل كده، لكن زماني ضايق شديد، فضل لي يومين بس لتسجيل معهد اللغات. فعلا وقتك ضايق، لكن امك منتظرك بفارق الصبر. والله انا ابوي بيقلب بين نارين، سافر احصل دراستي ولا مش هودي امي. اقول لك يا ولدي، الحق دراستك، والسنه الجايه ان شاء الله تجي تنزل البلد وتنزل تسلم عليها. وانت يا ابوي ما ناسي البحر ده وانت مش تقعد في البلد؟ والله يا ولدي شغل البحر ده جرى في دمي، والباخره دي لقت حياتي. اليوم اللي يا ابوي، لكن هناك في البلد عارف الارض وامك نفرين واخوي محمد صالح وهولا واهل البلد كلهم، امك الله يلزم الصبر. هاي يا ابوي، المسجل ده حق زينب بشر، والشنطة دي كلها حقت أمي، جواها في جواب وشريط لزينب بشر. بارك الله فيك يا ولدي، كدرنا نمشي على الأوضة. يلا. يا سلام يا عمدة، جزاك الله خير. والله يا عمدة القريشات اللي تبرعت بيها، يا سلام يا سلام. يومين ثلاثة والوابور يصل البلد. ما يهول واجب يا محمد يا اخوي، وان درت الزياده انا جاهز ومستعد. على الاقل البابور ان جاء الناس ترتاح من الساق ومن خوتتها. خلوها ترتاح السواقي دي، الزمن بقى زمن بوابير. يا جماعه الساقيه ما حنينه، تبكي معها وتفرح معها وتسري على الواحد. إلا يا أم صالح يا أخوي، دحين سمعت بالسواها الفاروق والدريس. شين سوى؟ الفاروق الكم مغترف في بلاد الإنجليز. ماله؟ شين سوى؟ مو عاقد عليه بدعمه عبد الله، خلاها وسافر، والخبر الجانا قالوا عرس هناك. يا أخي الغايب عذره معاه. الولادات اللي بيمشوا بلاد الخواجات ديل انا في رايي هل اقنع منهم تب. مالو راجل محلات لي اربعه قلت كلي، لكن ود اخوي ما بسويها. لا حول ولا قوة إلا بالله، خالد بقى في تال العوض، عليه العوض.
السلام عليكم محمد صالح. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ مرحب. ما شاء الله ما شاء الله، شفت الخدار بسرعة القلب. الحمد لله، ربنا يديم العافية. اللهم أمين. العوض ولدي يا حاج. ماله إن شاء الله خير؟ لا لا خيرين ثلاثة قول أربعة، بس حكم علي أصلك وأطلب منك يدبتك زينب أشري. عاش نقولك ما ترد علي. الله يا عمدة، الكبير والصغير في البلد دي عارف زينب بنت محمد صالح خاطبة ود عمها خالد سابتي. ود عم هذا بعد ما ارسل لك العنوان في فرنسا، كلماتك تحت كلية ذات اللي حستفيد منه القوة والعزم والصمود، دعواتك لي انه ربنا يوفقني. ارجيني في الميعاد ودي الصبر مدة، ارجيني في الميعاد ودي الصبر مدة، ده فراقنا مهما يطول نتلاقى لابد، عرفاني ما بنسى لو طالت المدة، تشرق شمس لقياك مهما تجى امتدى، زمن ظلم نوجات راجنه يتعدى، باب الأسى المفتوح لابد انسدى، طفق معاي معايا دوام الفكر ما عدى، بلقى لقاء في الأحلام لما تراجع طمدى. يوم حدة مهما ظروفك ثابت على المبدأ، لو عني يوم سألوك ليه طول المدة، ليش اني ساكن فاك ليك ما ردة، قولي له ما الأشباك بيناتنا ممتدة، يكفيني اني براي في قليب وفد وحدة، 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 في قليب وفد وحدة. ابن عليك يا خالد، خالد عرس الخواجة يا ناس، هذا مرمي عيشة الجنين، أقول للناس يا ناس، أقول خالد عرس الخواجة يا بي عليك يا خالد، تكون ما كانت محرية فيك يا ولدي. ظنيته مهموم. السلام. استاذ زين. لا في الحقيقه طبعا تعرف ان انا من زمان كاتب مشاعري جوايا، وما اقدر اتكلم معك، لكن بعد ما حصل من خالد خليه يجي الوقت المفروض اقول لك فيه ان انا اقدر اخرج بيك على سنه الله. المنجل يا ابوي. زينب المدرسة. انا خليت المدرسة يا ابوي، مكاني معاك هنا
تربال اشيل الشيله واساندك يا ابوي. Thank you.
انا اول ما شفته قايل له الضابط الاداري. وده شنو ده شنو يا ابني يا عبد الدايم؟ عميش بدخلك الفضل بسرعة جيب عراق وسروال ومركوب وطاقية. حاضر. مرحبا يا المبروك. جبت ايه؟ امسك يا ولدي. ربنا يخلف عليك بالبركة، أسأل له الرحمة، ربنا يدينا حسن الخاتمة زي ما أنت. فريدني كانت مرمى سهلة. عمي وين؟ الفاتحة. فاتحة.
عمي انا رجعت وما بقدر اسافر تاني. زينب انا تعبت وما راح البلاك. لا بيدك لا بيدي دس ما نختار جديد. نفترق والفرق حار ونرتبط بالإرادي. أصله قال البادي أصلا وانت جيت بيه سمي بادي. كل ما تملك مشاعر لشريكة عمرك ادي. أكبى عشرة علي شريكتك وبقي انت معاها جادي. مهما طال بس الخيال العقل ياهو اللي بيهدي. ده الحبيب كان حب صحصح للحبيب بالروح ويفتي. خلي ماضينا اللي يروح زي سحابة صيف يعدي. انا اعتزلت الريدة بعدك وفي الغرام حصلت حدي. واحتمالات عتليك في العقل طماها واردي. الغرام حرمان علي من زمان طاره عهدي. من زمان تعرف 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 عهدي. الساقية اللازم ساقية
ساقيتنا لازم الساقي لازم ساقيتنا لازم الساقي لازم ساقيتنا لازم تستمر يا والساقي لسه يدورها والساقي لسه أهلا بكم من جديد مشاهدينا. تابعنا وإياكم مشاهد مختارة من فيلمنا لهذه السهرة، الفيلم السوداني الروائي الطويل التراب غرباء. ويسرنا أن يكون معنا هنا في الاستديو منتج ومخرج الفيلم الأستاذ مصطفى إبراهيم. مصطفى إبراهيم منتج ومخرج سوداني ومؤلف روائي، تخرج من جامعة الخرطوم كلية الآداب واللغات، عمل مدير عام المواصلات السلكية واللاسلكية سابقا ورئيس مجلس إدارتها، وكيل وزارة الاتصالات والسياحة، وزير المالية بولاية نهر النيل. ألف وأنتج فيلم بركة الشيخ، كما ألف وأنتج وأخرج فيلمنا لهذه السهرة، فيلم التراب غرباء. يسرنا أيضا أن يكون معنا المنتج والمخرج السوداني تاج السر جارون. درس الإخراج السينمائي في أكاديمية السينما في اليونان، ونال الدبلوم ومن ثم الماجستير عامي 1980 و1997، مؤسس وعضو مجلس إدارة الفجيرة للإعلام، ومؤسس وعضو مجلس إدارة تلفزيون زول. أنتج وأشرف على إدارة إنتاج العديد من الأعمال الدرامية والوثائقية في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذن الأستاذ تاج السر جارون وأيضا الأستاذ مصطفى إبراهيم، أهلا ومرحبا بكما في سينما مختلفة وفي هذه الحلقة المميزة. ومشاهدينا إذن حول فيلمنا لهذه السهرة، فيلم أتراب غرباء، سيكون الحوار القادم مع ضيفي هنا في الفيديو، فأرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا نبدأ هذا الحوار حول فيلمنا لهذه السهرة، فيلم أتراب غرباء، ونتوجه بالسؤال بداية إلى مخرج الفيلم الأستاذ مصطفى إبراهيم. أستاذ مصطفى، بعد سنوات من إنتاجك لفيلم بركة الشيخ، الفيلم الذي يعني حظي بأهمية وانتشار واسع في السودان، بادرت إلى هذه المرة ليس فقط إنتاج فيلم أتراب غرباء، وإنما كان لك المشاركة بإخراج الفيلم، لو نتحدث عن هذه التجربة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيلم أتراب غرباء هو إفراز طبيعي لفيلم بركة الشيخ. تقريبا هو عكس للتجربة في مجال الإنتاج والتأليف، وإدخال عنصر جديد هو عنصر الإخراج، حرصا على أن يأتي العمل وفق الرؤية الحقيقية للمؤلف. ليس هذا قدحا، هنا كان في استفادة من تجربة بركة الشيخ. ليس هذا قطعا في المخرجين الموجودين، لكن لأن المؤلف يمكن أن يكون يعني هو العين التي يعني ترى الصورة قبل المشاهدة، وهو الذي يحدد المشاهد إلى حد كبير جدا. أنا حرصت عن أن أخرج هذا الفيلم لألا يقع هنالك كثير جدا من الهنات اللي يمكن أن تصطحب عدم انفعال المخرج بنفس وجدان المنتج وبنفس وجدان المؤلف، خاصة وأن هذه تحتاج إلى تجربة كبيرة جدا، وأن هذا المجال ينبغي أن يطرق من باب التجربة الشخصية وليس من باب المهنية العلمية فقط. وبالتالي آليت على نفسي على أن أنتج وأخرج هذا الفيلم، و آمل فيه أن يلاقي من النجاح ما لقاه بركة الشيخ. نعم أستاذ تاج السر، يعني شو رأيك بهي التجربة أن يقوم المنتج وكاتب القصة في إخراج الفيلم؟ هل ترى في الأمر مغامرة على مستوى الفني والمادي؟ والله أنا شخصيا أفتكر أنه فيها مغامرة شوي، لأنه صعب جدا أنك يعني تكون شخص في ثلاث أشخاص، يعني كمنتج ومؤلف. في التجربة الأولى للأستاذ أنا كنت بفتكر إنها يعني كانت جيدة جدا، فهنا في الثالثة هذه اللي يعني أنا العمل اللي أنا شفته الأخير ده بعتقد إنه
يعني فيها مغامرة، لكن طبعا في النهاية مغامرة محسوبة عليه هو يعني، لأنه حب يخوض تجربة، حب يثبت حاجات لنفسه، أو هو شايف إنه هو إذا أنتج أخرج العمل ده ممكن يعني. وهي طبعا فخدة يعني إنك تنتج وتخرج العمل نفسه أو تألف وتحاول تخرج وتنتجه، فبالتالي بتكون أنت يعني يعني ممتلئ بهذا العمل بدرجة إنك ما تقدر تتوفق بين إنه بتحاول تطرح كل حاجاتك في العمل، يعني كل الشيء اللي أنت. والعمل لا يتحمل أشياء كثيرة، العمل يتحمل فكرة واحدة إنك تتابعها للنهاية. ففي الفيلم ده الأستاذ مصطفى كمخرج ومنتج ومؤلف العمل طرح مجموعة حاجات وما استوفاها كاملة. أنا يعني بفتكر أيضا بالنسبة لأتراب هذا في موضوع بتاعه الرئيسي إذا هو تفرغ له تماما كان بيكون موضوع ناجح جدا جدا، يعني فعلا ما لم يتطرغ لأحد أيضا. لكن مجموعة الأفكار، شو رأيك وتعليقك على ناحية أنه هو أراد هذا الشيء لأنه ربما كما ذكر المؤلف سيكون أمين أكثر على يعني إخراج الفكرة إلى الصورة التي يريدها فعلا؟ هي ما هي تعرفي يعني هي ورط أنت يخيل لك ذلك، لكن حينما يطلع العمل من داخلك ويأتي إلى الشاشة وأشاهده أنا بحس في أشياء ناقصة، يعني أنت ما أعطيت حقها كاملا يعني، وأنت متأكد تماما أنك أنت أعطيت العمل حقه. ليه؟ لأنك أنت حاسس أنه هذه فكرتك وأنت أكثر إنسان غريب لها وأنت تستطيع أن تهل. فهنا بيجي الفرز في العمل، يعني هل هو جيد، هل هو مثلا نغص بعض الأشياء. فلما يعايله بنظرة متفرج عادي حيحس أنه في أشياء كثيرة كان المفروض يعملها بدون الحدية يعني. وأنا عندي ملاحظات على هذا الجانب، يعني بالتحديد جانب الإنتاج والتأليف والإخراج، يعني مؤلف ومخرج للقصة. سنمر على هذه الملاحظات تباعا طبعا. أعود إليك أستاذ مصطفى، وأنت تكتب قصة أتراب غرباء، هل كان في ذهنك مسبقا يعني صورة للفيلم الذي سيخرج عن هذه القصة؟ يعني بمعنى هل كان لديك تصور أو شكل أو للأسلوب الإخراجي لهذه القصة، أم أنها حينما كتبتها كنت تكتب رواية فقط بغض النظر عن كونها ستصبح فيلم؟ كنت أكتب رواية مشاهدة، كنت يعني كنت واثقا جدا. في أي عام كتبت هذه الرواية؟ في 2005. وكنت واثقا من أني سأكتب. إذن أنت تكتبها لفيلم؟ نعم، لتصبح فيلم. نعم، هي كتبت في صياغ روائي لكي تكون فيلما مشاهدا. وقد حاورت فيها حوارا كثيرا جدا للمشاهدين، وجلست مع المخرج حتى هو مغترب الآن في الأمارات العربية المتحدة، أمين محمد أحمد، موجود الآن على بلدية أبوظبي. حاورته حوارا كثيرا من أجل أن يأتي السيناريو مطابقا لما أتصوره أنا كمخرج في الفيلم، وبالتالي أستطيع أن أقول أنني كنت أشاهد الفيلم قبل أن يرى النور. استفتيت فيه كثيرا من المخرجين، ومنهم من أبدأ رأيه في جوانب كثيرة جدا يمكن أن استعرضها أثناء عرض الفيلم. طيب أستاذ مصطفى، بدنا نسمع هلأ الملاحظات يعني واحدة بواحدة. لو ابتدأنا بالأسلوب الإخراجي لفيلم أتراب غرباء، كيف بتنظر للأسلوب الإخراجي وما مدى الاختلاف بينه وبين بركة الشيخ؟ الله بركة الشيخ لأنه كان معه مجموعة من حرفيين، يعني مثلا مع أنه برضو كان عندنا عليهم ملاحظات، لكن وجود مثلا شخص في النص زي مكي سنادة، ممثل له عريق له تاريخ كبير، وأستاذ جاد الله برضو رجل له بالخبرة يعني 50-60 سنة في هذا المجال أيضا، يعني كانت الجوانب السلبية بسيطة، الإيجابيات كان أكثر. فهنا هو بقى لحاله، فكان محتاج على الأقل ناس عندهم تراكم عملي، تراكم منظور إخراجي بشكل يعني يخدم العمل ويدفعه إلى الأمام. هنا كان في إشكالية، يعني إشكالية في الإشكاليات الفنية على النص نفسه، يعني هو احتار بين إنه يعني رجل اللي هو الاخترب ده الطالب الرجل الذكي المفترض إنه يجي يشتغل في أرضه ويترك أرضه ويخرج إلى الخارج، هذه لوحدها عمل. فهو يعني في اختراب ومشى اشتغل في شغل أدنى من الشغل اللي كان هو بيشتغله، هذه يعني تعطيك يعني بنية عمل قوية جدا. فهو حس انه تورط في هذا، فاضطر انه يسفروا لباريس، يسفروا اي حته، فسفروا الى الخارج
وتركوا تماما يعني الخط الرئيسي للعمل هنا اتفقد، فرجعنا الى القريه وتفاصيل يعني مش مربوطه مع بعض، اللي هي يعني شغل اخراجي بحت ورؤيه في النص ذاته، يعني في السكريبت نفسه المكتوب يعني في اشياء كثيره. الزمن ما موجود، زمن الزمن في النص، يعني مثلا شهر شهرين، بكره بعد بكره، بالليل الصباح المساء، دي العمل انت تتعامل بهذه الادوات لتنقل المشاهد من وقت الى اخر ومن حاله الى حاله. يعني اذا هذا الحدث ده بالليل لازم انا اعرف انه ليل. طب هذه النقاط وهذه الاشكاليات ربما هي تعود لسبب انها التجربه الاولى اخراجيا للاستاذ مصطفى؟ والله هي طبعا التجربه الاولى بتصاحبها دائما اشياء، ما نحن ما بنقول الان، بالعكس انا احيي في شجاعته في الظروف هذه اللي يعني رجل خارج من تجربه انتاجيه قبل كده وداخل في ومصير يدخل في ثالثه ورابعه، وهذا جيد. ايضا عشان انت تشتغل بشكل كويس لازم تكون هناك تتابعك يعني متابعات نقديه علميه بناءه تخدم العمل. يعني انا يهمني جدا الاستاذ يكون في 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 الجانب ده ويمشي، لانه عنده افكار جيده يبغي يطرحها وبشكل جيد، بس ايضا الهلع بتاع انه يعني داري يقول كل الحاجات في فيلم مدته ساعه ونص لتجربه اختراقيه له هو شخصيا حدود ال20 ل18 سنه يعني. وهذا انا بفتكره انه اجحاف. يمكن هذا اللي قصدته انا، انه التجربه الاولى دائما يحاول المخرج ان يحملها كل افكاره وكل طموحاته. ربما هذا هو التبرير. اعود اليك استاذ مصطفى، يعني ما بين فيلمين بركه الشيخ واتراب غرباء، انت كمنتج وكاتب للفيلمين، اين ترى الفارق بينهما؟ وبصراحه الى اي منهما تميل أكثر؟ دون النظر إلى حكمي الشخصي قد يكون مجروحا، إلا أنني قد استفريت عدد من المخرجين السينمائيين الموجودين وعرضت الفيلم في مراحل أولية قبل المونتاج، قبل المونتاج التجريبي وقبل تقطيع السالب اللي هو يعتبر عمر، يبدأ عمر الفيلم من تقطيع السالب الفيلم السينمائي. وقد كانت الاجابات واضحه جدا، حصل نقد كثير جدا في كثير جدا من المواضع. وانا حينما اخرجت لم اصطحب معي مثلا مجرد يعني رغبه في الاخراج فقط، انما كان معي كل الكادر الذي صور معي بركه الشيخ، كل الكادر الفني، الكادر الفني نفسه، ايوه، بما فيه مدير التصوير، بما فيه المصور، بما فيه كل هذا القطاع. ثم ان مساعد المخرج او المخرج التنفيذي اللي على الموقع معايا هو عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن اللي مخرج الفيلم ويبقى الامل. نعم. وبالتالي هو اذا 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 لم يكن على قناعه بحقيقه على قدرته على الاخراج في هذه المرحله من المراحل ما كان يقبل ان يكون مساعدا مخرجا. خاصه واني قد طلبت الى المخرج السوداني المغترب في 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 في, في القاهره سيد حامد ليكون مساعدا مخرج لجاد الله ولم يقبل ذلك. فأين لعبد الرحمن عبد الرحمن بكل قامته هذا أن يقبل أن يكون مساعدا مخرجا لي إذا إن لم يكن مقتنعا بهذا الأمر؟ نعم. أولا الأمر الثاني، أحد المخرجين اللي هو عبد الرحمن نجدي الآن هو أستاذ علم الإعلام في جامعة قطر، وهو من مشاهير الخبرات السينمائية في السودان، يعني أقسم أن أتراب الغرباء أفضل من بركة الشيخ في المشاهدة التي عرضتها عليه شخصيا. أنا من هذه النقطة سأنطلق بالسؤال إلى الأستاذ تاج السر، هل فعلا لاحظت تطوير ونضج ربما على المستوى الفني، يعني على مستوى الشكل والمضمون، بين بركة الشيخ وأتراب غرباء؟ الله في عالم. هو طبعا ذكر عبد الرحمن محمد دو عبد الرحمن، أنا بعرفه من الناس اللي برضه حاولت أدعمه، وأنا أيضا في كان في الخليج هنا نشتغل مع بعض في على صعيد التكنيك في نقله، بس برضو ايضا هناك في مشكله، لانه هو نفس مدير التصوير ونفس الكادر الفني، يعني في حاجات واضحه، يعني مثلا زي ما قلت لك الزمن غير واضح ويتفادى العمل ليلا، يعني طبعا جزء كثير. وفي السينما دي بالذات اذا تشتغل سينما انت، يعني اجمل شيء في السينما دي حكايه الغروب والشروق اللي هي كانت مفقوده ايضا في الفيلم الفات، وفي الفيلم ده جات بلحظه كده يعني. لكن ايضا ما يعني في مساء المكان اللي اتصور فيه ايضا مكان بكر، مكان جميل جدا، كان ممكن ايضا يعمل فيه بشكل جيد.
بس زي ما قلت لك انا، انت اذا ما في يعني عندك نص واضح الديكوباج تبعه يعني كاخراج ورؤيه واضحه في انه مشاهدك دي يعني انت بالضبط يعني مشتغلها بشكل صح، لانه في شغله يعني في اشياء كثيره يعني في مشاهد يعني ما بتبرر لها، يعني مثلا يكون في حفله ليش معموله، ما في حتى على سبيل جمله مثلا راح مثلا اخترب بيتخيل، طيب عشان يتخيل في ادوات للتخيل وفي تكنيك معين، الاشياء دي شغلات تكنيكيه الناس ممكن تتفاداها في اعمال ثانيه، بس في شيء مهم جدا حينما تدخل انت في عمل اذا في قبل ما تبتدي التصوير بالذات اذا مثلا تجربه جديده في يعني ايضا قراءه النص وعمل اسمها حاجه اسمها دراماتولوجي للعمل اللي هي انه وين مناطق الضعف وين مناطق القوه وين مناطق هذا وين في مط في العمل وين في ضعف، فانت بتعمل مراجعه كامله لهذا الشيء والناس بتشتغل عليه يعني. طبعا يعني على كان الفكره لو قطعتك على مستوى الفكره ومستوى النص ما الجديد؟ النص يعني زي قصه بركه الشيخ، بركه الشيخ نص قوي جدا، فكره قويه جدا، كذلك اتراب غرباء. اتراب غرباء الفكره بتاعت الاختراب لانه المنطقه تحديدا اللي اتعمل فيها العمل دي والمناطق منطقه الشمال عندنا ناس دائما عندهم حنين لوطن اخر. اللي بيكبر فيهم ويتعلم بده يطلع. فهو هذه الشغله خطره يعني للمنطقه وللناس يعني. فالفكره قويه وتناولها بشجاعه شديده جدا جدا. لكن فلتت يعني فلتت بانه ورطوا في الخليج ومن هناك طلع على باريس. فهذه نقله باريس ايضا لوحدها شغل. نقلته في الخليج وتعامل في مجال غير مجال واحد ماخذ ماجستير او درجه الشرف من كليه الزراعه بلد زراعه زي السودان طالع منه ويمشي يشتغل راعي بتاع غنم، شغله يعني ده براو عمل يعني لهذا ممكن ياخذ منك ساعتين شغل داخلي، حوارات داخليه، نزاع بينه وبين نفسه وبين اهله امه واخوانه، هذا لوحده عمل. فانا ابتكرت برضو ايضا ارجع اقول للاستاذ مصطفى هذا العمل ارجو ان تشتغلوا ايضا مره اخرى الجانب اللي هو تبع الاختراب لوحده دون الدخول فيه. نرجع منقول زحمة الأفكار ربما. لو خرجنا عن هذا المحور أستاذ مصطفى، هل توافق على من يقول أنه الفيلم ربما أخذ شكل فيلم غنائي باعتبارك استعنت بالموسيقى والغناء إلى درجة كبيرة؟ أنا بالنسبة لي هذا حوار درامي غنائي. وأحد التعليقات اللي أنا أحترمها جدا لما عندما عرضت فيلم بركة الشيخ في قطر سينما الخليج وسينما الدوحة، المخرج السينمائي المصري عبد الرحمن أوعز إلي بأنه يعني حتى كتب نقد عن الفيلم بركة الشيخ في جريدة الراية القطرية، قال أنا أستغرب أنه هذا السودان لا يملك فيلم غنائي رامي، فكان أوحى إلي بأنه السودان غني كثير جدا بالحوارات الغنائية والتي يمكن ان تطلق عليها فيديو كليب. كثير جدا من الموضوعات المطروقه حواريا وغنائيا هي صالحه لعمل درامي كبير جدا. الفكره والقضيه ساعدت في ان تدعم الفيلم بغناء وحوار درامي غنائي، هو حوار درامي غنائي يناسب الفكره ايضا. كل الاغاني التي وردت هناك هي نوع من الدراما، نوع من الحوار الشخصي، لا ليست هنالك اغنيه تعبر عن ترفيه او غناء أو أداء غنائي من أجل الغناء، هي تحكي عن واقع. وكثير جدا في أغانينا بالذات في الشمالية، يعني معظم أغاني الشايقية اللي هو يعني مشهورة وهي معروفة على أساس أنها أغاني تغنى على نغمة حزينة وهي كلها تحكي عن مآسي حزينة من فراق إلى تنكر إلى 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 كلها حوارات، كلها أحيانا تصل إلى درجة القصة في حد ذاتها. وهذا التناول هو يجد يعني استجابه في الوجدان السوداني بصوره كبيره جدا، لانه كاننا نحن نماثل هذا الشريط الذي ينطلق في افريقيا من السودان الى اثيوبيا الى الهند. هذه كلها بيئه غنائيه على السلم الخماسي وهي قيمه وجدانيه اساسا. هذه المنطقه تالف هذا الامر ويدخل فيها العمل الغنائي الوجداني اكثر مما يدخل فيها مجرد الحوارات التقريريه. طيب أستاذ تاج السر، يعني برأيك حضور الموسيقى والغناء إلى هذه الدرجة ربما أعطى هوية سودانية قوية للفيلم؟ لا ساعد أنا ضد الفكرة بتاعت الأستاذ، هو موضوعه قوي جدا، ما يحتاج الأغاني دائما في الأفلام. طبعا الجانب ده كلاسيكي، لكنه عبد الرحمن نفسه
يعني موروث العمل كله موروث مصري. يعني درس في مصر وتعلم في مصر وعبد الرحمن المساعد. فهي فكرة انه يغني زي يعني شغل الهندي على الافلام الهندية غنى ورقيص، ده طابع ستايل تبع اعمال. الفكرة ما كان محتاجة لمساعدات خارجية من غنى لكده، يعني ممكن حتى يكون حوار داخلي، ممكن تكون قصيدة داخلية، ممكن تكون أي شيء، يعني كانت حتدعم العمل أكثر لما لأنه بقت شكل تقليدي ولأنها حاجة جديدة. يعني واحد فنان بيغني أو واحدة بتغني، هي الممثلة ذات الرئيسية في العمل هي فنانة، هم طبعا حاولوا يستفيدوا منها، ودي برضو تكون أفكار بعض الشباب اللي هناك إنه يستفيدوا منها كفنانة، بس ايضا كان ممكن يستفيدوا منها لو قالت القصيده بشكل حوار داخلي بصوتها ليس غناء، ليس غناء. يعني الغناء خلى الكثير من، والفنان الولد البطل الرئيسي برضه فنان بس مش بالضروره يكون ممثل، يعني ادى الى كثير، يعني ديل كلهم ما خدموا الفكره اللي بعتقد انا هي بطله العمل، واللي ايضا راحت في انه ما قدر هو يستمر فيها لفتره بعيده جدا لعدم النص نفسه ما ساعده، لكن هو اللي اعتمد على فكرته الرئيسيه اللي هو في وجدانه نفسه، واللي خلته يكتب واللي خلته يتحرك، ولا زال يعني انا متاكد الشغله دي عامله له هاجس كثير جدا، وتفرغ لها حيكون عنده عمل ناجح تماما. وانا ما بفتكر انه ساعه ولا ساعتين بتقضي هذا العمل، لو عمل مسلسل يعني هو عنده اتجاهات انه ينتج مسلسلات، فلو دخل فيها في شكل مسلسل خليه ممكن ينجح اكثر. نعم. طيب أستاذ مصطفى، لاحظنا أنه أحداث الفيلمين بركة الشيخ وأتراب غرباء تدور القرية، هل برأيك تعبر ربما عن واقع الإنسان السوداني وهمومه وأحلامه بشكل أكبر؟ نعم. أم هي مصادفة؟ الإنسان السوداني أصلا منطلق من القرية، وحتى حياة المدينة ما ليست هناك حياة مدنية مطلقة. كل الأشخاص الموجودين الآن في العاصمة يصل إلى 8 مليون، كل عنده انتماء إلى قريته وعنده تواصل حقيقي إلى قريته، والإنسان السوداني لا ينفك عن واقع الريفي. نعم. حتى على مستوى حتى المسؤولين الكبار كل يرجع إلى 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 إلى, إلى أصله. حتى هنالك من انبت وانقطع عن مثلا عن مواقعهم الجغرافية، أنشأ لهم قبلية في داخل السودان فأصبحوا يؤيدون الهلال والمريخ، فرق رياضية. نعم. استجابة لهذا الداعي، لأنه الإنسان السوداني إنسان وجداني، إنسان عاطفي، إنسان متكافل، إنسان متراحم كثير جدا، ليس كالشعوب الآخرين. وبالتالي أنا عندما يعني أبدأ من القرية ببدأ من واقع حقيقي، الواقع الحقيقي للسودان، للإنسان السوداني. نعم. طيب أستاذ تاج السر، لاحظنا أيضا أنه بالفيلمين في ما يمكن أن نسميه نبرة وعظية إرشادية، يعني ببركة الشيخ كان في موقف من الشعوذة والدجل، في أتراب غرباء دعوة للعودة إلى الوطن. يس. شو رأيك بهذه النقطة؟ والله هي طبعا أنا ما قلت لك ممكن تكون عندك أفكار كبيرة جدا جدا، بس حينما تحاول تطرحها الطريقة أو الوسيلة أنت تطرح بها يعني تخليها طريقة يعني قريبة للبسيطة للساذجة مثلا، يعني أو تستقيم فيها المشاهد أو يفتكر كده، يعني لأن المشاهد السوداني مشاهد راقي جدا، يعني متابع وغاري ويعني درجة أولى، فالمشكلة هذه ما تمشي عليه. وفعلا كان في نوع من الوعظ، يعني نوع من الوعظ حينما رجع الولد من فرنسا إلى من جدع الشمس، في مباشرة بالطرح، أي مباشرة طرح مباشر، هذا يرجع للسكريبت طبعا، ويرجع للسيناريو، ويرجع لإدارة المخرج للتيم تبعه، يعني كان في مباشرية. وفي على فكرة فنانين يعني الناس الشباب يعني استعان في بركة الشيخ واستعان في العمل ده، ما استعان بهم بجزء كبير بس استعان بشخصية توفت، انا سمعت انها توفت، ونحن يعني نعزي الشعب السوداني فيها والممثلين السودانيين وكل اتحاد الفن واهله. رجل عظيم وممثل بصراحه، يعني فقد للفن يعني، وكان شايل العمل في الاثنين، كان شايل العملين صراحه يعني، وهذا بصدق شديد اقول انا. الله يرحمه محمد خير. نعم. طيب استاذ مصطفى، حول نفس النقطه، هل فعلا انت اردت تقديم يعني موقف اخلاقي تربوي من خلال الفيلمين؟ قطع شك، إذا لم تكن لي رسالة لما أنا أتعب؟ يعني لما هذا الجهد وهذا الصرف وهذا الضياع للوقت؟ أنا بفتكر إنه السينما هي أو الإعلام كله هي وسيلة لإصلاح حال الناس، ووسيلة يعني
للفت الناس الى 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 ما فيهم من جوانب سلبيه. طب هل توافق على راي الاستاذ تاج السر انه كان في مباشره بالطرح؟ لا، انا لا اطرح طرحي تقريري اصلا. ولا اطرح تقرير طرحي، يعني اديك مثال، في اطراب الغرباء عندما عاد هو وهو يلبس البدله الباريسيه ويحمل الحقيبه الباريسيه، حين عاد الى 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 عزاء الى الى عزاء والدته، جاء بهذا الشكل الى قريه لا تقبل هذا المظهر لمن عاد حزينا ليعزى في والدته. فقال له العمده: انت رايح ولا جاي؟ الاخر قال له: انا كنت افتكر الضابط الاداري. واستنكروا منه هذا الامر، وارسلوا احد الصبيان الى 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 الى, إلى منزل المجاور لكي يحضر له قميصا وسروالا ومركوبا لاعادته وجدانيا الى واقع حقيقته، حيث اثر عليه الاغتراب اثرا سلبيا. غير في وجدانه، غير في تفكيره، حصل حدث له اغتراب شعوري. نعم. ردوه الى هذا. وهذا في حد ذاته يعني يقول للذين يجلسون لفترات طويله خارج السودان، ولمن يرتبطون ارتباط ويعني ارتباطات ليست فقط وجدانيه، انما ارتباطات اجتماعيه بواقع، بحيث انه يصير انه يتزوج من هناك ويولد يعني وتكون لهم أبناء من هذه الشعوب، عندما يعني يحبون أن يرجعوا إلى 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 بلادهم لا يستطيعون أن يرجعوا إلى 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 هذه المفاهيم. قد يحصل لهم ما يسمى بالبادي أورينتيشن في اللغة الإنجليزية، أو الاغتراب الشعوري. وبالتالي نحن نريد أن ننبههم إلى أنه يا أهل الاغتراب، يا أهل الاغتراب الطويل، لا تجلسوا طويلا في الاغتراب، لأن ما يليكم من هذا الأمر سيكون خسارة عليكم في واقعكم المستقبلي وواقع أبنائكم الذين لا يستطيعوا أن يعيشوا مع هذا المجتمع مرة ثانية، وربما طال اقترابهم إلى الأبد. وهذا انكفى على عندما رجع هنا، انكفى على هذا الواقع وشعر بأنه هو حقيقة فقد وجدانه، وبالتالي عندما يعني طاح ملابسه الأفرنجية وارتضى أن يلبس الملابس البلدية وأن يعبر إلى القارب مودعا، كان هذه إعازة واضحة جدا بأنه يا من جلستم طويلا، بالذات من أهل الثقافة ومن أهل العلم والأكاديميات الذين عملوا في الخارج لمدة طويلة ونالوا الشهادات الكبيرة، وفشلوا في أن يرجعوا وينغمسوا في مجتمعهم ويعيشوا وجدانهم مع أهلهم وتواصلهم، وبعضهم تقطعت أرحامهم، حتى أن بعض أبنائهم رفضوا أن يرجعوا إلى السودان. نعم. فصاروا منازعين بين أنه هل يبقى مع أبنائه في السودان ولا يرجع إلى أهله الذين يعني تعبوا في تربيته وتعليمه. نعم. وإلى دولته التي علمته، حتى صار دكتورا وحتى صار بروفيسور. طيب أستاذ تاج السر، باعتبارك يعني واحد من السودانيين الذين يعني عاشوا في الخارج وما زلت، باعتبار أتراب غرباء أيضا تناول هذه الناحية، هل نجح فعلا في تناوله لهذا الموضوع؟ والله أنا كنت بتكلم مع الأستاذ مصطفى، يعني نحن الموضوع ده طبعا هاجس كبير جدا، أنا حتى نفسه وريته، أنا عندي نص زي ده شغال كنت عليه في 87 المفروض نعمله، بس مختلف شوية يعني، لكن هو موضوع فعلا مؤرخ جدا، بس هو ما تناوله بالطريق، ما هي في مشكلة انه حينما يعني تكون انت كاتب حاجة او عندك نص يعني صعب انك فني، لانه الفن عنده ادوات، يعني هسه الان المباشرية اللي بيتكلم عنها هي فيها مباشرية، لمن واحد جاي من السفر طبيعيا بيجي من السفر لابس، كلنا بنطلع نرجع لغورانا لابسين كده، ما بندخل بيد شاديش، فبنجي بنمشي بنوصل بيوتنا ونجي راجعين نلبس نقعد مع الناس، فقابلوه في الطريق عزوا معه، يعني هو ماشي على البيت راجع من جاي من السفر ماشي على هذا نفس المشهد، يعني نزل من المركب ماشي على بيته فقابله، طبعا هناك ناس بتعزم مباشره ولقوك في الطريق، فعادوا يعزم واحد وهي الطريقه المباشره، روح جيب له جلابيه وما هذا ما بتصير، يعني لا في الواقع ولا في ففي واقع فني وفي شغله انت ممكن ببساطه حتى هو لو عايز يتخلى عن لمن هو راجع برضه كما قال الان بهذا الاسلوب الجميل، ففنيا تترجم غير، يعني ممكن يقعد ما يمشي خلاص يقول لي عم انا عايز اقعد هنا هنا، هو قال كل الكلام اللي قاله الان انتهى منه، بس يقرر يقول له بس شوفوا لي بيت انا بقعد في القريه دي وبزرع الارض دي انف، بس ثاني يرد يشيل الشنطه ويدعي الشنطه ما مش يعني الشنطه حيمشي الخرطوم يلبس برضه لبس الافرنج اللي يقصد هو البنطلون ولا هذه، لان هذا اللبس احنا نلبسه في العمل ونلبسه لما نرجع بيوتنا، في بيوتنا نلبس اللبس او نمشي غرانا نلبس هذا اللبس،
فبالتالي عمل الاختراب ده، وزي ما انا قلت للاستاذ مصطفى، هذا عمل كبير جدا جدا ويحتاج الى شغل كثير منه ومني ومن مجموعه الناس ونتناول، لانه فعلا هذا هاجسنا. يعني هذا فعلا يعني مؤرخ، يعني الطيور المهاجره هذه يعني اللي ما عندها رغبه ترجع واولادها تنقطع، هذا شيء مزعج. وهو تناوله بجراه وعنده حق الشرف انه تناول الموضوع ده، وعنده حق الشرف انه انتجه من فلوسه، ونحن نتمنى له مزيد من التقدم. يعني طب بدنا نسال الاستاذ مصطفى كمان، هل وصلتك ردود فعل على الفيلم من المغتربين السودانيين؟ الى اي درجه لامس مشاعرهم؟ هو حتى الان لم يجد الفيلم يعني حقه من العرض، لانه حتى الان هو منتج منتج اولي ولم تغطى السالب، ويطبع ب 35 ملي حتى يكون فيلما سينمائيا. وحتى الان المشاهده بالنسبه له قليله، لكن قد يعني عدد المحلات اللي عرضت فيها كانت الاستياء فيها عاليه، وهي يعني فيها اشاده كثيره. وعملنا اعمال تجريبيه في انه ندخل بعض المهرجانات مثل مهرجان قرطاج ومهرجان مهرجان زيمبابوي 2007، وحقق نجاح واضح جدا، حيث كان الفيلم العربي الوحيد الذي دخل المنافسه الرئيسيه، وهو الفيلم العربي الوحيد الذي عرض في احد الجامعات، جامعه زيمبابوي. نعم 2007. اذا الفيلم يعني لسه في مرحله يعني لم يصل كما يجب للعرض الجماهيري. نعم. طبعا نحن محاور اخرى في هذا اللقاء سنتناولها، ولكن سنتوقف واياكم مع فاصل قصير. اذا مشاهدينا نذهب الى فاصل قصير، نتابع من بعده هذا الحوار، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذا الحوار الذي نجريه حول فيلمنا لهذه السهرة، الفيلم السوداني الروائي الطويل التراب غرباء. وأعود بالسؤال إلى ضيفي مخرج الفيلم الأستاذ مصطفى إبراهيم. أستاذ مصطفى، يعني حديثنا عن فيلم بركة الشيخ وفيلم التراب غرباء يقودنا إلى الحديث عن واقع السينما السودانية في الوقت الحالي. برأيك هل فعلا السينما السودانية تعاني من أزمة؟ هي حقيقة تعاني من أزمة الآن، لأنه انقطع التواصل مع السينما لفترة طويلة، واهترأت المؤسسات السينمائية الموجودة، حل الإنتاج السينمائي، حل مركز الفيلم، ولم يعد هنالك يعني مؤسسة الآن قائمة للعمل السينمائي حكومي أو قطاع أهلي. هي هنالك مبادرات شخصية، صحيح أنه الآن الإنتاج السينمائي ما موكول بالعمل الحكومي، انما هو عمل قطاع خاص، مثل ما حصلت خصخصه في كثير من الاشياء، حصلت خصخصه في السينما منذ فتره اطول. وبالتالي نحن نستشرف فتره اخرى اللي هي فتره السلام اللي القادمه في السودان، وهو يحتاج الى كثير جدا من الجهد في هذا الجانب اعلاميا، كل الاعلام بما فيه القطاع السينمائي، لعكس هذا التوافق الذي حصل في السودان بعد اكثر من 55 سنه من استقلاله، والان يعني تكاد تكون الحياة السودانية تغيرت تغيير بمفاهيمها كلها. دخلنا مرحلة السلام بعد احتراب طويل جدا، دخلنا مرحلة انه تتأسس قومية سودانية يعني مشتركة، دخلنا حياة ديمقراطية الان نستشرف انها تكون هنالك احزاب. يعني برايك هذا سيكون له انعكاساته المباشره على واقع السينما السوداني. طيب استاذ تاشر، ايضا نسمع رايك بسبب الازمه التي تعانيها السينما السودانيه. والسينما السودانية طبعا في أزمة، إنه مسؤولين ما السينما بالنسبة لهم ما هاجس ولا حاجة مهمة في المرحلة دي، يعني ما كانت في فترة أصلا فترة من فترات السينما بالنسبة لهم مهمة، مع إنه السودان أكثر بلد شعب بيشوف سينما وبيحب يتفرج على السينما. الآن مؤسسات حتى دور السينما، ما في دور سينما في السودان يعني مهم ولا بشكل، لأنه ليس هناك ناس حميمين بهذا الجانب. وهذا الجانب لا يشكل بالنسبة لهم أي استراتيجيه ولا اي، مع انه السينما تلعب دور كبير في عند الشعوب في يعني في التحولات وفي في في في, في نقلها وفي اشياء كثيره جدا وفي التغيير، يعني جزء من وجدان الشعب، يعني ما بتقدر انت بدون هذه الادوات. يعني 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 في دول، يعني انا جزء من رسالتي كانت انه يعني دول يعني قدرت توظف السينما كسينما، السينما فقط وليس الاعلام، السينما في انه غيرت اشياء كثيره في 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 ذهنيه شعوب.
يعني يعني الامريكان استلموا العالم بالسينما. البنتاغون ينتج، الوزاره بتاعت الدفاع، البيت الابيض، كلهم يدفعون مبالغ هائله، ملايين الدولارات لانتاج افلام تصب في 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 ان يطرحوا افكار. طب عدا عن يعني غياب التمويل والدعم الحكومي والمؤسسات للسينما، على من تقع ايضا المسؤوليه؟ هي تقع طبعا على النازل وراس المال. راس المال اذا 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 اذا, إذا الدوله ما يعني لا موفره دور عرض زي الناس، ولا موفره اشياء انه يعني تسهيلات، ولا موفر اشياء، كيف الواحد الناس ما بتجازف؟ يعني الناس اللي بتجازف دي هي الناس اللي يعني اذا عمل مره ثانيه ما حيعمل. يعني الاستاذ عمل مجازفات، لكن وجوده في البلد ووجوده في السلطه ايضا ساعد في انه يتسهل بعض الحاجات، والا ناس ثانيه ما بتقدر تغامر. يعني احنا حاولنا انا في فتره حاولت امشي اقدم شغل للسودان مجاني، يعني انه اعمل دعايه اعكس عن البلد، استثمارات، اشياء طلبت يوفروا لي، بس يدوني اذن ويستقبلوا الكادر تبعي، الكوادر الكرو تبعي، ما حد رد علي. يعني الكلام هذا من 20 سنه، سنه 88، وجاء رساله من الهنا انه احنا ان شاء الله. يعني طب الى اي درجه تغير الواقع من 20 سنه الى اليوم؟ اليوم كيف ترى الوضع؟ والله 20 سنه كان في شباب بينتج، وكان في افلام راقيه جدا، وكان في شباب ممتازين، دكتور ابراهيم شداد وطيب مهدي مجموعه، وحازوا على جوائز عالميه، مهرجان دمشق ومهرجان باريس. يعني وهذه طلعوا لانه جاء زي ما قال الاستاذ، جات حكومه بالنسبه لها الاولويات غير الاولويات دي. يعني غير الثقافه، الفن بالنسبه لها ما كان يعني مش مساله رئيسيه. يعني يعني كان فيها اولويات، اكل، حروب، ما اعرف شنو، دي كانت شغل الحكومه يعني. طب استاذ مصطفى، يعني اذا اخذنا تجربتك السينمائيه اللي هي عبر فيلمين بركه الشيخ واتراب غرباء، برايك هاي التجربه وهي المجازفه مثل ما سماها الاستاذ تاج السر، هل فعلا هي شجعت باقي السينمائيين والشباب يعني الراغبين في تحقيق طموحاتهم في ان يحققوا فعلا افلام سودانيه روائيه طويله؟ والله الآن في محاولات يعني من هنا وهناك، ولكنها يعني هي تجارب حتكون برضه في النهاية شخصية. أنا بالنسبة لي التجربة الأولى كانت مشجعة، وبالتالي أنا واحد من الناس اللي اشتريت كل المعينات وكل الأدوات السينمائية بما فيها حتى الكاميرات الأساسية والكاميرا المساعدة، كاميرات حديثة، وتصوير أطراب الغرباء يختلف كثيرا جدا عن تصوير فيلم بركة الشيخ اللي تم تصويره بواسطة كاميرا آر إف لكس من الإنتاج السينمائي، وحتى الفريم بتاعه محدود. هذا فريم سكوب بي ال 1، كل المعينات المساعدة له كانت ممتازة جدا، وهي الآن موجودة بحوزتي، مما يحفز إلى أنه أعمل كمان عمل سينمائي ثالث إذا قدر لي أن يعني حسب ما أتوقع الآن في الفترة القادمة، أنه أنا الآن أعيد لي عمل جديد. إذا يعني إن شاء الله ربنا يسر هذا الأمر، فإنني سأمضي في هذه الرسالة بهذا الفهم، بأنه الآن البيئة صارت مشجعة، الآن الدولة ذاتها يعني يمكن أن تساهم مساهمة مقدرة، وهي تضع في ذهنها وفي وجدانها أن المرحلة هي مرحلة تبشير بهذا التنوع الثقافي الكبير جدا في واقع السودان، بهذا الانفتاح في الحريات، حرية الصحافة، حرية تكوين الأحزاب، حرية المنافسة، الانتخابات كلها فترة قادمة تطلب من الناس القادرين ومن المبدعين في السودان ان يبشروا بهذا العمل، وهو عمل عريض. طب خلينا نحكي اكثر عن مشروعك الجديد. هو مشروع في طور الاعداد. هل هو ايضا عن قصه لمصطفى ابراهيم؟ هي عن قصه لمصطفى ابراهيم. مبنيه على 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 على, على قصيده. حقيقه مش قصيده، يعني ممكن تقول عليها ناريشنز، يعني ناريشن حوار. لا حوار 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 لا حوار شعري دوبيت حوار شعري. نعم. لقضيه هل هي الان قضيه انيه في واقع سيكون السودان. فيها ايضا حضور للموسيقى والغناء بالطريقه التي رايناها باتراب ورباء. هي دي من اسرار المرحله القادمه، لكنها هي لا تخلو من مثل هذه الاشياء، لكنها هي اساسا الان قضيه انيه جدا في السودان. ومطروحه بشده، وهي من قضايا المرحلة. فنريد أن نتناولها بطريقة غير تقريرية، ويأخذ الشعر فيها دور يعني مقدر. نعم. وحتى يمكن أن يأخذ الغناء
الوجداني الحواري جانبا مقدرا فيها ان شاء الله. نعم. اذا قدر لي ان انتجها ان شاء الله ان يتم ذلك في الفترات القادمه ان شاء الله. طيب استاذ تاج السر، طبعا احنا كنا عم نحكي عن الازمه واسباب الازمه في السينما السودانيه، لابد ان نتطرق الى الحل. برايك ما هو الحل الذي سيدفع بها الى الانتعاش؟ والله الحل يدفع فيها الانتعاش اول حاجه طبعا تشجيع الدوله، اهم حاجه. ما طبعا الدوله هي اللي الراس يعني، لان كل موارد الدخل والقروش عندهم هم اللي بيقو يعني بي يعني اذا جو ناس يتفهموا هذا الشيء والناس عندهم فعلا يعني ثقه حقيقيه في هذا الاعلام انه حيرتقي بهذا الشعب فيسهلوا الامكانيات. وكذلك ايضا الجماعه اصحاب رؤوس المال زي ما بقول لك رؤوس المال جاوا، لكن في الان منهم جانب بيقولوا يعني يتفهموا زي ما بيقولوا المصريين اللعبه وعرفوا انه في مداخل دخل ليها، وفي الان قنوات فضائيه بتشتري، وفي الناس اللي عملوا قنوات فضائيه مثلنا نحن على اساس انه ينتجوا ويساعدوا المنتجين ويبرزوا يعني يخدموا البلد بطريقتهم هم خارج اطار الدوله. هل القنوات الفضائيه راح تساهم ربما في الحل؟ والله انا شخصيا يعني انا بتكلم عن احنا كاصحاب قناه يعني عندنا استعداد نساهم في دعم الانتاج ونساهم في انه نخدم الاعلام يعني نخدم الشعب البلد ذاته، لان محطتنا للناس يعني اشياءهم افكارهم حاجاتهم اللي ما كانت بتطلع، حاجات العالم ما بيشوفها، اشياءهم احلامهم طموحاتهم خيباتهم كلها ان شاء الله بتطلع في هذه يعني ابتدينا فيها الحقيقه. استاذ مصطفى نسمع رايك بمقترحاتك للحل لخروج السينما السودانيه من ازمتها. اول الحلول، السودان يحتاج الى كادر، كادر من الجيل الجديد، هو قادر على انه يعني كادر مهني مدرب ومستنير اكاديميا. نعم. والان في السودان في كثير جدا من الكليات الاعلاميه الا انها كليات نظريه وليس فيها جانب السينما، فيها الاذاعه التلفزيون المسرح بكل ابعادها، لكنها دراسه اكاديميه تخرج اساتذه لتدريس الجانب الاعلامي. نحن نفتقد الى حقيقه الى معهد حقيقي للسينما. وقد آليت على نفسي أن أنشئ أكاديمية للسينما وتم التصديق بذلك، أكاديمية زرياب لفنون الإعلام والاتصال وأجيز منهجها، ونحن الآن في طور الإعداد لكي نخرج قطاع كبير جدا من الجيل الجديد حتى يكون هو الكادر الحقيقي الذي سيقود إلى سينما سودانية قادمة. أنا أرى الحل في ذلك. هنالك بعض المعينات مثل المعمل الإلكتروني وليس المعمل القديم على جهاز المافيولا وعلى جهاز الديفلوبين التقليدي، وانما الان صار المونتاج مونتاج رقمي ويمكن للدوله ان بقليل جدا من الجهد، خاصه بعد ان من الله على السودان بالبترول، يمكن ان ينشئوا استديوهات متخصصه. والان بدات تقوم السينمات المتخصصه المتعدده في الفنادق وفي غيرها. والان في هذا ما اود ان اسال عنه، دور العرض، وهي دور العرض الان بدات تنتشر دور العرض، والان عفراء فيها، عفراء هي اكبر مكان للتسوق. الان في عدد من السينمات بتعرض حفلات كثيرة، قاعة الصداقة عندها 3 حفلات في اليوم، قصر الشباب عنده 4 حفلات في اليوم، وهنالك حتى القطاع الخاص، حتى في الأكاديمية في عندنا عدد من السينمات، والآن في توجه إلى أنه يعني تعاد كثير جدا من 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 السينمات اللي انهارت تعاد تجديدها، لكنها على الطريقة الحديثة من أن تكون هناك سينمات متعددة في 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 في, في مكان واحد. وبدأت يعني هذه التظاهر الآن في السودان، لكننا نفتخر إلى الكوادر الشابة المدربة التي تنبغي أن ترث هذا الجيل الذي بدأ يتناقص وبدأ أناي. وفي الأسبوع الماضي فقدنا واحد من أشهر الممثلين محمد خير أحمد، الذي مثل دور الشيخ أبو طاقية في بركة الشيخ، ومثل والد بطلة الفيلم في أتراب الغرباء، افتقدناه الأسبوع الماضي، ونسأل الله له الرحمة. طبعا استاذ تاج السر، يعني ونحن نحكي عن ازمه السينما في السودان، برايك هي السبب التي دفعت ببعض السينمائيين السودانيين الى العمل خارج السودان مثل مصر او الخليج العربي؟ صح. هل هذا هو السبب؟ في سبب كثير، ونحن انا من ضمن الناس اللي طلعت، لانه جيت خرجت وجيت ما لقيت سينما، يعني لا قادر اشتغل ولا قادر يعني نعمل ولا قادرين نعمل اي حاجه ولا قادرين حتى نخدم البلد في اي قطاع يعني. فهي دي كانت ازمه، انه معظم السينمائيين يعني في سعيد حامد، في عبد الرحمن نجد اللي بيتكلم عنه ده من الناس المؤهلين، كانوا برضه مشى قطر، مجموعه من المخرجين يعني اللي كانوا قامت
ايدينه من السينما السودانيه في بدايات يعني الثمانينات، يعني السينما الحقيقيه من الثمانينات وانت طالعه يعني. فديل كلهم معظمهم هاجروا، وفي عندك يعني نحن الحاجه اللي انا محتار فيها انه الشعب السوداني شعب متزوخ. يعني في سينما بيجي بتعرض كانت افلام راغيه جدا جدا، حتى الان الافلام الراغيه دي انعدمت. يعني انا اتذكر نحن طلبه فاستاذنا ميكي السودراكس تبع الموسيقى التصويريه اللي هو الموسيقار المعالم المشهور، لما سال قال لي انت من وين؟ قلت له انا من السودان. للسودان؟ فقام حكى لهم انه كان عرض فيلم بتاع زيت لكوستاس جافراس، هو عامل الموسيقى التصويريه بتاعته الموسيقى الفيلميه. فبعد ما طلع انتهى العرض كانوا مدعوين في السينما، وكان سينمات راغيه يعني سبحان الله. فقال طلع الناس بعد الفيلم قالوا شالوهم على اكتافهم، لانه الفيلم كان فيلم سياسي، وفي المرحله دي كان في مد سياسي في العالم، فطلعوا بهم مظاهرات. فطبعا هذا حدث يعني في الستينات وفي السودان ومن اتجاه اوروبيين، فكان بيشوفوه يعني يعني قالوا يعني ده شعبي بيقدر يعني فعلا يتذوق العمل. فيعني شعبي زي ده محتاج فعلا لسينما حقيقيه، محتاج لانه الناس تهتم فيه، محتاج لانه نحن فعلا دور العرض دي ترجع زي ما كانت في الستينات والخمسينات، يعني كانت ارقى من الان يعني. الان ما في دور عرض بالشكل الحقيقي يعني. بيتكلم عن 3-4-5 دول عرض محدودات في الايدي يعني. احنا في بلد فيه حدود ال 12 مليون قاعدين طبعا في العاصمه او 8 مليون، هذا يعني العدد لا يفي بالغرض، لا يفي بالغرض. وبعدين الناس بقت لم تذهب السينما لانه هناك افلام غثه تعرض، يعني افلام اللي هي التيرسو هذه، فالناس ما بتمشي، بيروحوا فيها لهذه الناس البسطاء اللي ما عندهم علاقه، ما عندهم مكان يمشوا يعني. مش كثقافه او كتغير او كمتعه. طب نحن بدنا نحكي عن تجربتك الشخصيه في العمل خارج السودان. انا طبعا يعني بعد ما تخرجنا جينا رجعت اوروبا ثاني، وجيت الخليج هنا دخلت في انتاج مشترك مع ناس، وبدينا عملية إنتاج. يعني أنا تقريبا لعبت دور كبير في إنتاج أول أفلام إماراتية اللي هو عابر سبيل، بالنسبة لعلي العبدول وسهير العبدول. الآن ما شاء الله سهير يعني من هذا العمل انطلق وبقى صاحب غنوات. وعملت أيضا الفيلم الثاني اللي هو مكان في القلب، بمرور 25 سنة على الاتحاد. دي كأفلام إماراتية بكادر إماراتي كامل يعني. اول افلام تعتبر يعني. هل تفكر بربما مشروع يعني في السودان؟ انا في السودان ما عملت المشروع تبعي هذا اللي هو قلت لك الغناء السودانيه هذه زول، وقاعدين نحن مشروع سينمائي. مشروع سينمائي في عندي مشروع سينمائي الان مع اسامه مصطفى وان شاء الله شغالين عليه برضه ببوادر السلام، يعني عمل يتحدث عن السلام وعمل مهم جدا وانا كثير عجبني يعني. فان شاء الله نحاول نشتغل عليه يعني السينما، وفي مسلسلات وفي يعني اشياء كثيره الحمد لله داخلين عليها. وزي ما قال الاستاذ مصطفى في حركه الان ابتدت بتاعت انتاج حتى من القطاع الخاص، يعني في شركات كثيره بدت انهار ومجموعه من الشركات بتاعت فبتبدوا يتحركوا الان انهار الشروق والشروق يعني مجموعه. ففي في 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 حركه، فالحركه ايضا تخلق منافسه. المنافسه بعدها بيبقى في انه التميز. والشعب هو اللي يحكم على وانا اعتقد ان شاء الله يعني المرحله الجايه دي مرحله جيده جدا. وزي ما قال الاستاذ يعني الكوادر الفنيه حيبقى في تاهيل، او في كوادر فنيه، لكن طبعا زي ما مجال السينما ده يحتاج ايضا لتاهيل كوادر. والان السينما طبعا لجأوا للديجيتال فيلم يعني الكاميرات، فصار الامر يعني سهل يعني ما زي زمان. وطبعا الاستاذ بيختار المناطق السهله يعني الانتاج، هو مش غريته طبعا لا فيها انتاج ولا في تكلفه انتاج. فدي مناطق بتسهل. طيب نفس السؤال الاستاذ مصطفى ابراهيم، لو نحكي شوي عن تجربتك بالعمل خارج السودان، هل كان يعني في فارق كبير بين العمل داخل الوطن وخارجه؟ طبعا العمل خارج السودان طبعا تعاقدي. لا يعني عملك محدود، ليس فيها مجال للاجتهاد، ليس فيها مجال للمبادره. العمل في السودان طبعا واسع جدا، وهو انت صاحب حق وصاحب مبادرة وصاحب قرار، وبالتالي أنت تستطيع أن تقدم في داخل يتيح السودان، يتيح لك مجال الإبداع. أي نعم، يعني خاصة أنا عندما رجعت من الاغتراب عملت مديرا عاما للمواصلات السلكية، واللاسلكية هي الاتصالات في السودان، وكانت هي في أدنى حالاتها. وعملت فيها لمدة 4 أو 5 سنوات، خرجت منها وقد تأسست سوداتيل على ظهر كل الاتصالات في السودان كقطاع خاص، وهي التي قدمت هذه الطفرة الموجودة الآن في الاتصالات، وهي طفرة واضحة جدا تجاوزت الناس.
عندما اشتغل السودان بالاتصالات الرقمية كان الآخرين لسه اشتغلوا بالتماثل كروس بار. وبالتالي أنا يعني استطعنا أن نحقق يعني واقعا جديدا للسودان يناسب هذا الذي الآن نحن فيه. الآن لدينا عدد من شركات الاتصالات تصل إلى 3-4 شركات اتصالات. نعم. لدينا ما شاء الله يعني زخم واضح جدا في مجال التواصل الخارجي يعني وبأعلى تقنياتها. والآن لدينا مثلا مشاركات في زين وفي NTN العالمية وأصبح الاتصالات في السودان عالمية. نعم. حتى لا تحتاج إلى الرومينج إلى تحريك رقم إلى رقم. إنما بنفس اتصالاتك تستطيع أن تخرج إلى الخارج. والآن تجاوزنا هذه المرحلة وهي من المبادرات. الفرق بين العمل في الخارج والعمل في الداخل إنك أنت تستطيع أن تنعي. إذن في ختام هذا الحوار نتمنى للأستاذ مصطفى إبراهيم أن تكون لك البصمة أيضا في المجال الفني وفي المجال السينمائي تحديدا مثل ما تركت بصمة في مجال الاتصالات، وأن تبقى دائما في وطنك السودان وتخدم يعني القضية التي تبنيتها وتطمح لأن تعلو بها إلى وتدفع بها إلى الأمام. أعمل ذلك وأسأل الله أن أكون محتسبا في هذا الأمر، لا أن تكون لي بصمة حتى أكون ظاهرا، إنما أنا يعني دخلت هذا الأمر بنية الاحتساب. نعم. والعمل لعمل الخير في سبيل الله سبحانه وتعالى، بحيث أن يكون شعبي شعبا واعيا يتجاوز الهنات الصغيرة اللي يمكن أن تأتي عليه بكثير جدا من المناغص والمغابن، محتسبا في ذلك، ليس جريا ولا كسب مادي ولا وراء شهرة ولا حتى أكون ظاهرا. طبعا نتمنى لك التوفيق، وأيضا الشكر للمنتج والمخرج السوداني تاج السر جارون. ومشاهدينا لكم منا أطيب التحيات، ونلقاكم كالعادة في الأسبوع المقبل مع فيلم جديد وحوار جديد في سينما مختلفة. حتى ذلك الحين لكم مني أطيب التحيات وإلى اللقاء.